توفشان بايار نايدان وراكوف ماكسيم، يعني كلاهما عملية قتل العالم في هذا الوزن. راكوف ماكسيم كان حصل على ميداليتين في بطولة العالم ذهبية وفضية، توفشان بايار في الألعاب الأولمبية على ذهبية وفضية كذلك. لهذا قلت أن المباراة صعبة على هذه الحاكمة. راكوف ماكسيم الكازاخستاني وتوفشان بايار نايدان المونغولي، المونغولي من مواليد 84 والكازاخستاني من مواليد 86، 51 مشاركة دولية لهذا اللاعب الكازاخستاني، 174 مباراة، 119 فوز و55 هزيمة و23 ميدالية من خلال 51 مشاركة دولية، في حين أن اللاعب توفشان بايار نايدان قلت 36 مشاركة دولية، 14 ميدالية في 36 مشاركة دولية، 91 فوز و51 هزيمة. آخر مشاركة لتوفشان بايار كانت برونزية دوسلدورف، مشاركة وحيدة في 2014، في حين أن راكوف ماكسيم كان شارك مرتين سابقتين في 2014، توج بفضية دوسلدورف وذهبية الجراند سلام بباكو. الشدوة الأولى لراكوف ماكسيم بعد إشارة طويلة التحكيم على الحكمة. قلت بداية المباراة صراحة صعبة هذه المباراة على هذه الحكمة من الهونغ كونغ. المحاولات ممتازة من راكوف ماكسيم، يحاول أن يمسك بحسام اللاعب المنغولي توفشان بايار. راكوف ماكسيم كان تصدر المجموعة باي في الدور الأول، ثم فاز على الباكستاني الشاه حسين في المباراة الثانية، وفي النصف النهائي تجاوز الإيراني محجوب. 15 لاعب شارك في هذه هذا الوزن. نايدان توفشان بايار كان تصدر المجموعة الرابعة، فاز في المباراة الأولى على تاجيكستاني داداخون. محاولة من ماكسيم لكن لم يكمل العملية ليسجل اليوكو الأولى. قلت توفشان بايار فاز على تاجيكستاني داداخون كوربونالايف في المباراة الأولى، ثم فاز على تشو غوهام الكوري الجنوبي في المباراة الثانية، وفاز على رمز الدين سيدوف في النصف النهائي. التعادل على مستوى النتيجة وعلى مستوى العقوبات بعد تحصل نايدان توفشان بايار على الشدوة الأولى. هل تكون الذهبية الثالثة للمنتخب المونغولي أو الثانية للمنتخب الكازاخستاني؟ توفشان بايار يدفع براكوف ماكسيم الى خارج البساط، والشدوة الثانية نجح في ذلك توفشان بايار نايدان. استغل الموقف توفشان بايار نايدان واراد ان يسجل يوكو. الشدوة الثالثة لراكوف ماكسيم. قلت حكمة يعني صعب، صعبة جدا المباراة على هذه الحكم، يعني بصراحة سوء اختيار من لجنة التحكيم. شاهدنا ما لم نشاهده في الجوائز الكبرى والبطولات الكبرى من التحكيم، يعني من الأخطاء التحكيمية السيئة جدا. حذف الشدوة، نعم سيقع حذف الشدوة الثالثة لراكوف ماكسيم وإسنادها ل هذا هو المنطق اللي رايدان توفشان بايار. يعني السيد رئيس التحكيم يسيء اختيار الحكم ثم
يعني يبهدل الحكم في التوجيهات. موصلة المباراة يعني لابد أن تكون لقطة اليوم هذه الحركة. نشاهد الحكم عجيب من جديد. ونايدانتو شامبايا يحاول ماكسيم كازاخستين صراع القوة صراع اليدين الكوميكاتا محاول من راكوف ماكسيم الشبوه الثانية لنايدان توف شامبايا يحاول راكوف ماكسيم أن يحدث الفارق في النتيجة لأنه في 30 ثانية المتبقية الذهاب لصالح المنغولي نايدان توف شامبايا. محاولة لنايدان توف شامبايا دون نتيجة. الثواني الأخيرة توف شامبايا يحاول الثواني وراكوف ماكسيم يسقط في الفخ وتنتهي المباراة بذهبية ثالثة للمنتخب المنغولي. كانت مباراة صعبة جدا على كلا اللاعبين ولا لاعب تمكن من تسجيل يوكو ولكن العقوبات كانت لصالح اللاعب المغولي نايدان توف شامبايا على حساب راكوف ماكسيم الكازاخستاني وبالتالي ذهبية ثالثة للمنتخب المنغولي وفضية أولى للمنتخب الكازاخستاني. شامسو 시상식을 시작하겠습니다.